خصوصا ان الرئيس السادات كان حاضر الجلسه او العشاء الاخير اللي اطلقوا عليه في بيت على الرئيس عبد الناصر، كان حاضر. اللي حصل فيه مواجهه وحصل اشتباك بين المشير عامر ورئيس السادات. حصل لا، وهو يومها عبد الحكيم بلع حاجه في الحمام وخدوه من بيت عبد الناصر على مستشفى المعادي. وانا شفت الدكتور الله يرحمه مرتجي رئيس المستشفى. وقال لي كان في بلع مش عارفه ايه كده يعني، وانقذوه يعني ما فيش حاجه، وراح من هناك على المنفى البيت اللي هو فيلا المخابرات، بيت المخابرات اللي في الهرم. ايوه.